السيد إلى كلمة وياكم خمس دقائق. سيد حسن الخرسان تفضل سيد. وين موجود السيد؟ تفضل سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخوتي الأفاضل، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي أبي عبد الله الحسين وبهذه الأيام والليالي التي مرت عصيبة على آل بيت النبوة في كربلاء، وانتهت باستشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. أنا عندي ثلاث نقاط إن شاء الله أحكيها قدام هاي الوجوه الكريمة والوجوه المباركة اللي ما نشوفها وما تجتمع إلا لأجل الإمام الحسين، فنادرا ما يكون جمع بهذا المستوى. النقطة الأولى هي من منطلق قول الإمام الصادق عليه السلام أن ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل، منهم مسجد خراب لا يصلي فيه أهله. إخواني الأعزاء، كما تعلمون إن هذا المكان هو المسجد الوحيد الذي تليت الصيغة الشرعية لأن يكون مسجد في مدينة ملبورن، وهو الآن شرعا عند الله سبحانه وتعالى وعندنا مسجد بيت من بيوت الله. وهنالك إشكال كبير في هجر المسجد، واحنا للاسف الشديد يعني هنا يعني شبه مهجور ومعطل، رغم ان المسجد يفتح ثلاثه مرات باليوم، يفتح لصلاه الصبح ويفتح لصلاه الظهر ويفتح لصلاه المغرب والعشاء، وايضا صمم بطريقه يسيره بحيث اي واحد يقدر يجي يصلي، يحب يجي يصلي، هو مجرد رقم بس يتصل نعطيه اياه يقدر يفتح الباب ويدخل. بس للاسف الشديد صلاه الصبح مرات يكون نفر او نفرين، جزاها الله الخير ابو زينب العيداني وسيد حيدر الخسران يحضرون. صلاة الظهر مرات نفر أو نفرين، صلاة العشاء يمكن أربع نفرات، هي زينة أربع نفرات وخمس نفرات. فأنا بس أحب لكم نادي مسجدكم، واحتمال إحنا إذا ما نحضر قد نحاسب شرعا أمام الله سبحانه وتعالى، وقد يشكي هذا المسجد منا إنه إحنا ما نجي به. فأنا أريد أن أعرفكم يا أخوان أن تعتبرونه هو أحد أرحامكم، زورونا مرة باليوم، مرتين بالأسبوع، مرة كل أسبوعين، مرة بالشهر، مرة بالشهرين، أما ما يحضر لواحد نهائيا فقد يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا مثل ما تدرون هنا باستراليا مثل عشيرة، إحنا الآن هنا هسه الموجودين هنا كأنه عشيرة، وهي العشيرة عتها هذا المسجد، إذا كل إحنا نهمله فكل إحنا راح نتحاسب. فاللي أرجو منها من من يعني منكم ومن الأخوات أيضا إنه يعني هذا المسجد يحيى بالصلاة، وخصوصا رجال الدين أيضا إحنا نعاني كثيرا إنه ماكو صلاة جماعة، لأن الناس تحب أن تصلي وراء المعمر، وحتى إذا كان الإنسان يعني متدين يظل الإنسان ما مرتاح إنه يحتاج المعمر. فأيضا رسالة إلى رجال الدين، هذا المسجد بحاجة إليكم وبحاجة لإحياء بالصلاة. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي من منطلق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا المسجد يا أخوان الأمناء هم الأعضاء المسجلين قانونا بمؤسسته، هم الأمناء مال المسجد. هذا المسجد لا يباع ولا يشترى ولا يصير بأي شيء إلا بموافقة خطية من 75 من الأعضاء المسجلين قانونا. ونحن كما تعلمون بأستراليا دولة نظامية، دولة مؤسساتية، فنحتاج لتفعيل لعضوية الأخوة المشتركين لهذه المؤسسة. احنا في 2015 من اشترينا المكان صار عندنا 327 عضو اللي هم الأخوة اللي دفعوا $500 وأكثر، لأن شروط المؤسسة حتى تدخلها لازم تدفع $500، وبعدين كل سنة تدفع $120. $120 يعني 10 دولارات بالشهر، يعني باليوم 30 سنت. أنت يكون لك صوت وتكون أمين من أمناء هذا المسجد وتحافظ عليه. ما نريد يا أخوان إحنا باشر يعني من الموت هم يجينا واحد ويستولي على هذا المكان وما نقدر نسوي أي شيء، ونضحنا اللوم على المتصدين وما اللوم على أنفسنا. فهي مسؤوليتكم يا أخوان أن تكونوا جزء من هذا الكيان. تدرون ايش قد جددوا العضويه من مجموعه 327 33 واحد فقط. زين هاي السنه 33، السنه الاخيره جوز خمسه، بعدين تصير بين اشخاص ويكفيهم مكان، يظلوا كيف اشخاص يحكمون به. فانتم افرضوا انفسكم يا اخوان، احنا جايين كلكم بوضوح،
ادخلوا بالمؤسسة، ادفعوا اشتراككم، سجلوا قانون بهذه المؤسسة، وصيروا أنتم أصحاب المسجد، مو واحد غيركم يعني. إحنا أيضاً يا أخوان الآن متصدين، بس إحنا ما نريد نلعن عندما نموت. إحنا جايين كلكم، والله مشهد إني بلغت، إحنا جايين كلكم إنه رجاءً أنتم إلى هذه المؤسسة، افرضوا نفسكم. 120 دولار شنو يعني؟ إحنا الآن نحط سيارة بنزين نحط لها 120 دولار بالسنة، يصير التسجيل قانوني ولكم صوتكم وتحافظون على هذه المؤسسة. نرجو من الأخوة الأعضاء أخذ هذه بعين الاعتبار والاهتمام بها بجدية وتجديد عضويتهم لل 2017 وأيضاً لل 2018، وأيضاً من الأخوة الغير مشتركين والاشتراك 500 دولار يكون وقف بالمسجد وصدقة جارية عنه. وال 120 دولار كل سنة إن شاء الله مو ذاك التأثير الكبير. ومن النقطة الثالثة من منطلق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الشيخ جزاه الله ألف خير يعني كفى ووفى ووضح الأمور، لكن يا أخوان هذا بيت الله، هو بيتكم الكبير، هو مشابه إلى غيرنا، ولكن هذا أكبر. هنالك قرض، هنالك كهرباء، هنالك ماء، هنالك إنترنت، هنالك أكل، هنالك شرب، هنالك نفايات، كل ما تتصور موجود ببيتك موجود هنا أيضا. فهذا يحتاج إلى دعم، ويحتاج إلى دعم قوي. القرض عندنا مثلا، إحنا القرض والديون نحتاج بكل شهر ندفع ما يقارب 8000 دولار بس للقرض والديون، وهذا هم يعني انتم ما تدروا بيه طبعا لانه ما مطلعين عليه، بس والله هم يعني انه يجي راس شهر كنت تعال جيب لنا حب لنا اسحب القرض شويه كمل هاي شويه وانطينا شويه يلا يكمل ال 8000. عندنا اخوه جزاهم الله الف خير جاي يجمعون كل شهر، بس الاخوه قليلين. احنا يعني جاليتنا الان على اقل اعتبار هي 20000 نسمه، وعلى اكثر اعتبار هي 60000 نسمه. هل ال 20000 نسمه اللي جمعنا 600 دولار او 700 دولار شهر لبيت من بيوت الله، احنا نقدر نستغني عن هاي كلها لو كل الاخوه يشعرون بمسؤوليتهم، كل واحد يعطي له جزء ويسجل اسمه بلوحه المساهمين الثانيه اللي هي لحد الان. احنا ذيك لوحه المساهمين الاولى خلال 4 أشهر جمعنا 500000 دولار، ولوحه المساهمين الثانيه الان صار لنا سنتين ما مكملين ثلثها. لو الاخوه اللي ما اشتركوا يعني يشتركون يعني اذا امكن، وهو الألف دولار يعني مو ذاك مثلا المبلغ القوي اللي أثر علينا، وهذا هو هم بيتنا، نجيب أفراحنا، نجيب أحزاننا، ويعني إحنا نشجعكم أنه إن شاء الله تتبرعون وتساهمون. جزاكم الله على خير، أنتم إن شاء الله ما تقصرون. بس أحب أقول لكم إحنا عندنا قرض 200000 دولار تقريبا، والمدفوعات الشهرية حوالي 800 بين ديون وقروض. إحنا مستقرين بعض المبالغ حتى نقلل من الأرباح، وايضا عندنا صرفيات هاي بين انشورنس وبلديه وما شابه ذلك مثل ببيوتكم بالضبط، اللي هي توصل الى 2000 بالشهر. والحمد لله رب العالمين، وافلح من صلى على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم انا نسالك وندعوك باحب خلقك اليك محمد واله الطاهرين، وبحرمه علي الاكبر شبيه رسول الله، فرج عنا وعن المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا الله. عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من انصاره واعوانه واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه في جمله اوليائه. اللهم انصر اخواننا المجاهدين، سدد رميتهم، اهلك اعداءهم، اجعل كلمتهم العليا وكلمه اعدائهم السفلى. اللهم تقبل اعمالنا باحسن قبولك، لا تخرجنا من الدنيا الا وانت راض عنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، فك اسرانا، ارحم موتانا. اخواني الإخوة الأخوات جميعا اللهم احفظهم ومن يلوذ بهم، من كان فيهم طالب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ارحم أمواتهم ولأمواتهم وأمواتنا وأمواتكم، ولمن مات على الإيمان، ولأرواح شهداء الإسلام، ولمن مضى من علمائنا الأعلام رحم الله.